بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم السيد العجم من المحله. وطبعا احنا جينا هنا عشان يعني نستكمل مع بعض الثوره. وطبعا لسه جاي من بره، لسه جاي من 10 ايام من السعوديه، مدرس في السعوديه. والحمد لله يعني هناك سمعتنا افضل من الاول بكتير، واحترام كامل للمصريين عشان خاطر الثوره، لان النظام البائد كان مسوى سمعتنا في كل مكان على مستوى العالم، وكان يعني مقهدر كرامه المصريين في كل حته. والحمد لله عملنا ثوره في السعوديه، ثوره في المدرسه، وخدنا حقوقنا. ويعني بعض الحقوق لسه ما خدناهاش للاسف، الحكومه المصريه لسه ما زالت يعني ما بتسالش في ابنائها في الخارج. واحنا الاولاد ما شاء الله كده، والاولاد يعني جايه تشارك في الثوره. ايه يا صلاح؟ صلاح، صلاح ابراهيم السيد العجم. صلاح ايه؟ صلاح الدين ولا صلاح ايه؟ صلاح الدين ابراهيم السيد العجم. سنه كام؟ دخل سنه 5 ابتدائي. السيد ابراهيم السيد العجم. دخل كام؟ سنه كام؟ تالت. صف كام؟ ثالث؟ ماشي. ها سيفل، ها سيفل ايه؟ سيفل الاسلام. ابراهيم؟ ابراهيم العجم. ماشي. عبد الله. عمال سندوتشات ايه النهارده؟ حلاوه وجبنه. ها؟ حلاوه وجبنه. ربنا يعينك. المدام دي المدام باذن الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. واحنا يعني جايين نشارك يعني حتى تتحقق مطالبنا كلها، ويعني يكون نهايه للحزب الوطني الفاسد، ونهايه لكل رموزه، ويعني ينصلح حال مصر باذن الله، وعن قريب باذن الله. وكون يعني نصر للاسلام والمسلمين في جميع انحاء العالم بثوره مصر، لان مصر هي يعني قلب العالم الاسلامي. جزاكم شكرا. سيبك بقى تاكل يا عم براحتك انت كده، وروق نفسك. ايه بقى تبع ايه؟